فعلا فعلا. انا بصلي الصبح النهارده في الجامع لقيت العصفوره دي عماله بتلف حوالين البتاع ده، انا قلت عصفوره عادي عم تولي. لا اله الا الله، سيدنا بني ادم يا ريس، بني ادم يا ريس بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو تقبض راحه في بيت ربنا، فعلا وبيدعي ليل ونهار يا ريس علشان يعني يقبض راحه في بيت ربنا. انا بقالي بقالي اهو وتمناها، فما بالك سبحان الله عصفوره عصفوره. عارف انا عشان انا بصلي اليومين دول بقالي 4 ايام بصلي اهو، بس حسيت ان كان في حاجات في قلبي وجوايا ياما قوي، كل ده ربنا بقى بيشيله مني، حتى لو في ناس بتحاربك ولا في ناس عايزه تاذيك في اكل عيشك ولا الكلام ده. الله يبارك لك، سبحان الله. بص العصفوره يعني عصفوره، والله يا ربي والله يا ربي، وانا في بيتك اتمنيت ان انا ابقى في مكان زي دوت كده ونفس وضعي يبقى نفس الوضع ده. وعلى السجاده، على السجاده اللي بيصلوا على الخمس فروض، سبحانك يا رب، على السجاده اللي بخمس فروض كده بصلي على نفسي ابو عيني كده، سبحانك يا رب، اموت زيها كده والله. وانا النهارده انا بصلي الصبح هنا على نفس السجاده تتشفع لي عند ربنا. عصفوره اقسم بالله العلي العظيم، دخلت اذن يا ناس في بيت ربنا ماشي الضهر، لقيت لقيت على السجاده كده، لقيت على السجادة ميتك يا رب العالمين، ما ميتك ده على السجادة يا رب يا رب. انا النهارده وانا بصلي بقول نفسي اموت من الموتة دي يا رب. لا اله الا يا رب يا رب، هو رضاك عننا يا رب. نفسي نفسي عصفورة دي علشان التعظ التعظ والله عشان يا عم تولي، لا تعمل لا فتنة ولا تغيبة ولا نميمة ولا كان ولا ولا كورونا، سبحان الله، ولا كورونا ولا كذا، هي جتنا للكورونا والبلد توفت في المكان، في مكانها، لا لا في مكانها يا باشا، في مكانها يا واي، في مكانها يا واي، عايزين ندفنوها في مكان حلو، في مكاني على فين؟ على السجادة اللي بنصلوا على الخمس فروض، اللي بنصلوا على الخمس فروض يا ناس، يا مسلمين العالم، يا مسلمين العالم. عصفورة انت بتقولوا ملهاش قيمة، ايوه يا عصفورة، بس دي اتعاظ من الله، اتعاظ من الله يا مسلمين يا موحدين بالله. عصفورة سجد بتموت وهي سجد، سبحان الله، ما هي ماتت تتحركها كده قبض، لا ميتة يا باشا، ميتة يا باشا، ميتة قبض روحها وهي سجد وعمالة تلف الصبح، انا شايفها عمالة تلف حواليها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، طب ما ماتتش غير مصلية ليه؟ ما ماتتش في مكان تاني ليه؟ ما ماتتش برا ليه؟ نفس المكان او على ظهر المسجد ليه؟ ها؟ ده احنا هنا في سبحانك يا رب مسجد قرية ديانة بيتش.